إخواني، شهر رمضان المبارك فيه عبادات كثيرة ينبغي للإنسان أن يقرأها في الكتب وأن يلخصها ويكون معه برنامج يومي. ما هي أعمال هذا اليوم؟ ما هي أعمال هذه الليلة حتى ينتهي رمضان؟ والله لو أننا نستمر على هذا العمل في رمضان لا يخرج رمضان إلا ونحن أمة صالحة، أمة يقبل دعاءنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الخير، لكن لا بد أن نقوم قومة صادقة لله عز وجل.